بعد رحلة نزوح قاسية بكل ما فيها من تفاصيل، عاد أحمد ريحاوي مع عائلته ليفتح بسطة للخضر من جديد في السوق الشعبي وسط مدينة أريحة. حاله كحال المئات من السكان الذين عادوا إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. والله نحن أول شغل طلعنا بأيامات برد، الله لا يعيده جاء سيدنا محمد. طلعنا بأيامات برد، ووقت طلعنا من البلد توقعنا أنه يعني 100% ما عاد أنه رجع على البلد. طلعنا للشمال، طلعنا صرنا بالدانة. إيه الحمد لله بلدنا ما دخل النظام أبدا، وإن شاء الله ما بيدخله، وهي عصية عليه بإذن واحد أحد. رجعنا على البلد، بس قد من كان وقد من كانت الحياة معدمة هون أحسن من القعدة من الخيمة. أكثر من 50% من سكان المدينة عادوا حسب مجلسها المحلي، بينما ما يزال كثير من العائلات متخوفة من العودة خشية المصير الغامض الذي ما زال ينتظر المدينة مع كامل الريف الجنوبي لإدلب بعد اتفاق 5 آذار بين تركيا وروسيا. طبعا بعد ما صار نزوح كامل ببداية الشهر الثاني شباط، بدأت الناس في العودة بالشهر الثالث تقريبا ب15/3، بدأت الناس في العودة تدريجيا حتى وصل الآن النسبة أكثر من 50% أو 60%، الحمد لله رب العالمين. لكن المدينة ما زالت تفتقر إلى الخدمات في ومقومات الحياة بشكل عام، يعني وأهمها الماء والكهرباء والصحة. شهدت عشرات المدن والقرى حركة نزوح هي الأكبر في تاريخ الثورة السورية خلال الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية والميليشيات الإيرانية. المدينة الأثرية التي ولدت قبل 5000 عام لتنبض الحياة فيها من جديد بعد فترة هدوء نسبي، يبدو أنه سيستمر رغم خروقات متفرقة على قرى وبلدات واقعة على خطوط الاشتباك مع قوات النظام. أكثر من 50% من سكان مدينة أريحة عادوا إليها بعد غياب دام أكثر من 3 شهور. تعج اليوم عروس الشمال كما يحب أن يطلق عليها أهلها بالحياة، رغم تحديات جمة أبرزها غياب الماء والكهرباء، لكنها تبقى أفضل حالاً من مخيمات على الحدود السورية التركية. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، من مدينة أريحة، ريف إدلب.